خليني أسألك دكتورة الرحاب، يعني شعبية الشخص وجماهيريته وإذا كان محبوب أو لا، هل يفرق في التعاطف؟ هل ممكن إنه الناس بدل ما تدعي له مثلا نشوفها بتأذيه في التعليقات أو في الإجابات أو في تعليقاتهم على هذا الموضوع؟ هل تصل إلى هذا الحد؟ يعني أتمنى لأ، لأن هي في النهاية هي حالة إنسانية يعني، وحالة مرضية يتعرض لها إنسان أيا كان هو شعبيته عاملة إزاي، فبالتأكيد إنسانيا يعني المفروض أنه أيا كان موقفك منه سواء كان حب أو كره، فالمفروض أنه إحنا كبني أدمين ندعي لبعض أنه إحنا نبقى في أفضل حال وفي أفضل صحة يعني. ولكن بالتأكيد الحقيقة أنه شعبية كل فنان أو كل نجم بتغير في موازين الدعم. نعم. يعني مثلا إليسا لما عملت الوثائقي بتاعها It's okay في الوقت اللي هي قررت انها تعمله فيه وتعمل الحقيقة مبادرات كثيرة جدا عن تجربتها. نعم. مع الكانسر عامة، فهي خلقت قدر كبير من الوعي. كذلك باي ذا واي سيلين ديون، يعني هي لما من 2022 او اواخر 21 لما قررت انها تعلن ده، ثم دلوقتي بعد بعض السنوات والوثائق اللي هي عاملاه لمرضها الستيف بيرسون سيندروم، هي في الحقيقة بتوعي بمرض زي ما حضرتك قلتي في البداية بيصيب واحد من كل مليون. مظبوط. ففي قدر كبير من الدعم لنجوم في الحقيقة محبوبين جدا سواء كانوا على المستوى العالمي أو على المستوى العربي. اليوم فبالتأكيد ده بيفرق.